يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته الواردة في الكتاب والسنة محصورة بعدد معين، وهل قام أحد من أهل العلم بجمعها في كتاب؟ أسماء الله ليست محصورة، فيها أسماء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وفيها أسماء مذكورة في الكتاب والسنة، ولا مانع من حصرها وجمعها، ما في مانع لو أن أحداً انبرى لها، وقد جمعها بعض العلماء أو جمع كثيراً منها، هذا شيء طيب، بس ما يخرج عن الكتاب والسنة. ولكن ليس معناه أنه أحاط بأسماء الله وصفاته، لا، لا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله جل وعلا هو أعلم بنفسه وبغيره. نعم.